السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية مدرسة الشاذلي. مرحبا بكم من جديد. اليوم غادي نشوفوا صفحة 60 من كتاب لوازيس ديمو المستوى الثالث ابتدائي. شنو عندنا اليوم؟ عندنا اكزرسيس اكري، يعني تمارين كتابية. اكزرسيس اكري، السؤال الأول يقول جو كومبليت أتم ولا أتمم، نكمل بلاصة النقاط، باش نكمل بلاصة النقاط بهذه أو هذه أو هذه أو هذه، واضح؟ إذا شنو عندنا هنا؟ أورانج هي البرتقالة، هي الليمونة. أورانج باش كتكتب، كتكتب أن أورانج، واخا كتنطق أن كتكتب أن أورانج برتقالة. هنا كارتون كتكتب او ان، يا الكارتون كارتونا. بالكون كتكتب او ان تا هي بحال كارتون. بالكون شرفة اللي كنطلعوا منها. طونت واخا كنقولوا اون، ها طونت كتكتب او ان، طونت هي الخيمة. طونت كولومب الحمامة، أو بالأصح هي اليمامة. كولومب هي كنسميها غريغر. كولومب كاين فرق ما بين الحمامة واليمامة، والناس اللي كيعجبهم الحمام كيعرفوا الفرق. ندوزو للسؤال الثاني. السؤال الثاني يقول قال لك جولي لي مو، يعني اقرأ الكلمات. هاد الكلمات هادو اللي عندنا هنا هما اللي مطلوب منا اننا نقراوهم. ومن بعد ما نقراوهم شنو غنديرو؟ جو فورم، نكون نشكل اون فراز، نصاوب واحد الجمله. اي جو ليكري، ونكتبها هنا، نصاوب جمله ونكتبها. شنو ما اذا نبداو بالحاجه الاولى اللي طلبوا منا، وانا نقراو نفهموا شنو كل كلمه اش كتعني. بلونت هي النبته، او غرسه. اون بلونت هي النبته، ولا كانت planter، le verbe planter هي غرسة. grand-père هو جدي. un orange هي شجرة البرتقال. une orange هي برتقالة، لكن un orange هو شجرة البرتقال. mon هو ديالي، يعني جدي أنا. mon grand-père plante، جدي يغرس شجرة برتقال. واضح؟ إذا نقولوا mon grand-père plante yagriso un oranger. un oranger ونديرو الخيطة ديالنا هنا، كملنا واضح. نمر الآن السؤال رقم ثلاثة. السؤال رقم ثلاثة شنو فيه؟ قال لك جو ركوبي، أنقلو جو ركوبي، أنقلو لا فراز كي كونفيان، الجملة المناسبة للصورة ليماج. جو ركوبي أنقلو لا فراز، وحدة من هادو، هادي اون فراز وهادي اون فراز، قالك أنقلو وحدة منهم اللي كتناسب الصورة. راه وحدة عندكم كتناسب الصورة، وحدة ما عندكمش كتناسبها. نقراوهم بجوج ونفهموهم ونعرفوا شكون اللي كتناسب شكون اللي ما كتناسبش. هنا قالك لي زونفون، الاطفال مالهم، ديسين سور لو مور، كيرسموا في الحائط. وفعلا ها هما هنا كيرسموا في الحائط. لي زونفون غاماس لي زافير، الاطفال يجمعون ادواتهم. مثلا كيكون في المدرسه ويخرجوا كيقول لهم غاماسي فو زافير، الاستاذ كيقول لهم غاماسي فو زافير. هنا كيبان لك بانه كيجمعوا ادواتهم، ولا كيرسموا في الحائط. طبيعة الحال راهم كيرسموا في الحائط. اذا هذه هي الجمله الصحيحه. لي زونفون ديسين سور لو مور، وعن نقولوها كما مطلوب منا. اذا لي زونفون les enfants، هي كتكتب لي انفون، ولكن كنديروا لا ليزون ما بين اس وهاد الفويال او. les enfants dessinent، يعني جاي من الفيرب ديسيني، رسم. dessinent
sur le mur. يعني فوق الحائط. كان اسمه فوق الحائط أو على الحائط. نمر الآن السؤال الموالي. السؤال الموالي شنو مطلوب منا؟ ياك جيكري أكتب جملة. جيكري اون فراز pour raconter باش نحكي ce que font داكشي اللي كيديروا الاطفال les enfants sur l'image. شنو كيديروا الاطفال في هاد الصوره؟ كنلاحظوا بانهم كيزينوا الصور ديال المدرسه باش كيزينوا بعد الرسومات. هذيك كترسم شميشه، هذيك كترسم باطو، الاخرى كترسم نجوم. اذا راهم كيزوقوا هذاك الحائط ديال المدرسه. شنو نقولوا بانهم كيديكوريو؟ اذا شنو نقولوا الجمله اللي مناسبه؟ les enfants الاطفال او les élèves يعني التلاميذ اللي بغيتوا ديروه ديرو les enfants décor شنو كيديكوري؟ ديكور يعني كيزينو لو مور، كيزينو الحائط. لو مور دو حائط ديالاش؟ ديال المدرسة. دو ليكول. دو ليكول، واضح؟ إذا لي زونفون ديكور لو مور دو ليكول. كيزوقو الحائط ديال المدرسة. دابا ندوزو لا ديكتي الإملاء. شنو عندنا هنا؟ ياك غنقلو هاد لي سيلاب، هادو المقاطع الصوتية، نقلوهم ومن بعد غنكتبو هاد الجمل هنايا، لأن عندنا هنا جو كوبي لا فراز. غنقلو الجمل، نقول الجملة الأولى هنا، الجملة الثانية هنا، وهنا غنقلو هاد المقاطع الصوتية. إذا شنو غنقولو؟ لون ثم long ثم مون. هكا تكتب مان ولكن كتقرا مون. هل مامون؟ ثم عندنا كون، موراها طون بحال طونت طون. هذا نمر الان الكتابات الجمل. جمل شنو عندنا في هذه الجمل؟ هذا عندنا الجمله الاولى لي كولومب سون بلونش، يعني الحمائم راهم بويض، حميمات بويض. لي كولومب سون بلونش. Les colombes sont blanches. Je vous jure le mot. Maman est contente. Maman. Dans la majuscule. Maman est contente. واضح؟ وهذه هي صفحة 60 كملناها. إلى اللقاء.